استطاع الاقتصاد المصري خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا الصمود والثبات وامتصاص الصدمات، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية التي أكدت على أنه من أقوى اقتصادات المنطقة. فما فعله الاقتصاد المصري خلال فترة كورونا لم تستطع اقتصادات عالمية الثبات في مواجهة هذه الجائحة، بل إنها تأثرت بشكل كبير. ولكن هنا في مصر لم نشهد أي أزمات خلال هذه الفترة، حيث قامت الدولة بدورها على أكمل وجه في توفير السلع والخدمات للمواطنين، وكان ذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016، ويأتي ذلك رغم استمرار الجماعة الإرهابية متمثلة في أبواقها الإعلامية ومنصاتها الإلكترونية المدعومة من قطر في نشر أخبار وتقارير مفبركة عن نجاح الاقتصاد المصري. تعمل هذه القنوات المعادية للوطن التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على نشر أرقام عن معدلات التضخم أو مستويات الأسعار وصولا إلى الديون الخارجية، وهي كلها أرقام وهمية عن تراجع إيرادات قناة السويس بهدف ضرب أساسيات الاقتصاد، كلها أرقام مكذوبة وإشاعات وأكاذيب. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد. أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. اشرح لنا كيف استطاع الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة من انتشار جائحة كورونا وتأثر كل اقتصادات العالم بها بشكل كبير أن يتخطى هذه الأزمة؟ في البداية طبعا ما نقدرش ما ننساش ونأكد على أن تعاون وطنية المواطن المصري في تحمل تكاليف برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ليها دور مهم جدا، واللي ساعد الدولة ان هي تقوم بخطة اصلاحات على المستوى الاقتصادي كانت مهمة، وكانت وتيرة الاصلاح يمكن كانت بوتيرة سريعة جدا. احنا بدأنا يمكن من 2016 ده برنامج اصلاح اقتصادي، لكن احنا بدأنا اصلاحات اقتصادية بالفعل يمكن من 2014، ابتدينا نتحرك على ملفات كتيرة جدا، مش كمان اقتصادية وبس، لكن حتى على المستوى الاجتماعي يمكن الدولة كان ليها برامج مهمة جدا ومبادرات مهمة جدا على المستوى الاجتماعي. الاصلاحات الاقتصادية ديت قدرت ان هي تخلي الاقتصاد المصري يقدر يتحمل صدمة بحجم جائحة كورونا، قدرنا ان احنا نكون احتياطيات اجنبية وصلت لنهاية فبراير لحوالي 45.5 مليار دولار، التصنيف الائتماني بتاعنا خلال الست سنوات الماضية ابتدى ان هو يتحسن كل فتره، ابتدينا نكسب ثقه المؤسسات الدوليه والمستثمرين الاجانب، ابتدينا نستقطب استثمارات اجنبيه مباشره هي الاكبر بالنسبه للقاره الافريقيه، وده كان ناتج عن تهيئه مناخ الاستثمار في مصر والتعديلات اللي تمت على القوانين والتشريعات المنظمه للاستثمار في مصر. المشروعات القومية اللي الدولة بدأت بيها في عديد من القطاعات وخطوات التنمية اللي ذهبت لكافة المحافظات وبالأخص المحافظات اللي كانت بتعاني من تهميش لسنوات طويلة زي محافظات سيناء ومحافظات الصعيد، ازاي ان الدولة ابتدت ان هي تذهب هناك ترفع من حجم الاستثمارات الحكومية اللي بيتم تنفيذها هناك، ابتدت تعالج مشاكل كانت مرتبطة بمعدلات الفقر وعدم وجود خدمات حكومية أساسية للمواطنين ابتدت ان هي توفرها. ملف الطاقة كان واحد من الملفات الشائكة اللي كنا بنعاني منها بقوة، زي ان مصر قدرت ان هي تعالج هذا الملف بمنتهى القوة، يبقى عندنا كمان فائض في الطاقة الذهبية نوجهه للتصدير. عندنا الملف الخاص بالبترول والاستكشافات البترولية، كان عندنا في الماضي مشاكل مع الشركات الأجنبية والمديونية، ازاي ان احنا خلصنا المديونية ديت وبقى عندنا استكشافات، وصلنا للاكتفاء الغاز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية 2018. ابتدينا ان احنا كمان مع بداية جائحة كورونا ازاي ان احنا ابتدينا نشتغل على امرين مهمين. الامر الاول كان مرتبط بالتصريحات اللي بتخرج من المسؤولين في مصر سواء على مستوى رئيس الجمهورية او على مستوى الحكومة، انها كانت تصريحات هادئة، تصريحات متوازنة، وكمان دي كان ليها اثر كبير جدا على سلوك المستهلكين وعلى سلوك المستثمرين، لان احنا شفنا ازاي ان ممكن تصريح صحيح يعني هذه التصريحات الهادئه والمتوازنه تسببت في انه ما يحصلش هزه في الاقتصاد. بالضبط، لان احنا شفنا
في بعض الدول، يعني خلينا نقول بريطانيا على سبيل المثال، شفنا ازاي ان تصريح ما غير موفق من وجهه نظري ادى الى حاله من حالات الهلع والذعر ما بين المستهلكين، كان في تكالب على الاسواق، في مشاكل كثيره جدا ابتدت ان هي تنتج عن هذه التصريحات. لكن التصريحات اللي كانت بتخرج من المسؤولين في مصر كانت تصريحات زي ما احنا بناكد كانت هادئه متوازنه، كمان فيها نوع من انواع الثقه، لا احنا لدينا احتياطيات كبيره من السلع الاساسيه، ما فيش مشاكل في الاسعار، الدوله متواجده بكافه مؤسساتها. ده كله كان ليه اثر اكيد ايجابي. الجزء الثاني وهو من وجهه نظري لا يقل اهميه، ازاي التعامل السريع جدا من جانب المجموعه الاقتصاديه والبنك المركزي، بمعنى ان احنا شفنا حزمه من القرارات المهمه جدا الداعمه لكافه القطاعات وبالاخص القطاعات الاكثر تضررا زي السياحه والطيران. ابتدينا نشوف تخفيض لاسعار الفائده 3% في اجتماع طارئ للبنك المركزي، ابتدينا نشوف تاجيل لاقساط القروض 6 أشهر وغيرها من الحوافز اللي تم تقديمها ايضا لقطاع الصناعه متمثله في تخفيض اسعار الطاقه بشكل عام، سواء بنتحدث عن الكهرباء فائق الجهد او بنتحدث حتى على مستوى تخفيض اسعار الغاز الطبيعي. ده كله كان مهم جدا، بجانب كمان ان الدوله ابتدت تنظر الى العماله الغير منتظمه اللي هي كانت بتتضرر بشكل كبير من وجود هذه الجائحه، زي ان الدوله ابتدت تصرف يعني هو اكتر قطاع بيهتز نتيجه يعني اي ازمه. بالضبط، لان هو كمان بعيد عن المظله الرسميه للدوله، يعني هو خارج الاقتصاد الرسمي، وده بيبقى مشكله كبيره جدا. يعني احنا ما بنتحدث عن تخفيض لاسعار الفايده او بنتحدث عن تاجيل اقساط القروض او غيرها من هذه القرارات، هي بتصب في مصلحه الاقتصاد الرسمي، ولكن بالنسبه للاقتصاد الغير رسمي، بالنسبه للعماله الغير منتظمه، دول بيبقوا للاسف الشديد بيبقى الضرر بتاعهم كمان بيبقى كبير، وفي نفس الوقت القرارات والكثير من الحوافز اللي بتقدمها الدوله ما بتبقاش للاسف ضمنهم. عشان كده يمكن الدوله بقى لها سنين طويله جدا بتتحدث عن ضروره ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي للاستفاده من الحوافز والضمانات اللي الدوله دايما بتقدمها بشكل عام، لكن الدوله ما نسيتش اهالينا من العماله الغير منتظمه، ابتدت تقدم لهم عديد من المساعدات. جزء مهم جدا لازم ناكد عليه، ازاي ان الدوله المصريه رفضت بشكل قاطع فكره الاغلاق الكامل للاقتصاد، واللي يمكن بعض الدول اتخذت هذا القرار وشفنا بعد كده انه ما كانش ليه اثر ايجابي على تخفيض معدلات الاصابه او الوفيات او حتى تقليل حجم الجائحه، ولكن الخسائر الاقتصاديه هي كانت الاكبر. لكن الدوله اتخذت قرار مرتبط بخطه تعايش ضمن اجراءات احترازيه، وده اللي يمكن قلل بشكل كبير جدا من الخسائر الاقتصاديه اللي احنا كنا ممكن نواجهها نتيجه الاغلاق الكامل. اعتقد ان دي كلها كانت امور مهمه جدا، و فكرة استكمال المشروعات القومية في ظل تداعيات جائحة كورونا كان ليها رسالة مهمة جدا للقطاع الخاص، ان هو كمان يستكمل مشروعاته، ان هو ما يتوقفش. احنا شفنا يمكن سيادة الرئيس في بعض الافتتاحات كان بيؤكد على وجود فرص عمل في المشروعات القومية في ظل ان العالم كله كان بيعاني من ارتفاع شديد في البطالة طبعا، وده كانت يمكن رسالة حتى يمكن الغرب لما ابتدى يتابع حتى التصريحات اللي بتخرج من رئيس الجمهورية كان يمكن مسار حديث، ازاي ان الدولة في مصر تعلن عن وجود فرص عمل في المشروعات القومية، ويمكن حتى السيد الرئيس أكد على وجود فرص عمل في المدن الجديدة اللي بيتم استكمالها، بنتحدث عن مشروعات التنمية اللي الدولة بتتحرك عليها طبقا للجدول الزمني، ويمكن كمان شفنا ان في افتتاحات بتتم ما قبل حتى الجدول الزمني، وده كان مهم جدا، وده كمان اللي انعكس على الشهادات الدوليه اللي احنا تابعناها خلال ال5 أو 6 أشهر الماضيه، ازاي ان هي كانت شهادات ايجابيه. ودايما انا باكد ان الشهادات الدوليه دي هي اكبر رد على اهل الشر عموما. صحيح، يعني بمناسبه الحديث عن اهل الشر يا دكتور علي، يعني احنا مع حضرتك دلوقتي بنشاهد كل هذه الصور للمشروعات القوميه في قطاع الزراعه، في قطاع الاسكان، قناه السويس الجديده، كل هذا يمكن رد
على هذه الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية اللي بتتحدث عن أرقام كاذبة، مستويات أسعار مش موجودة، ديون خارجية بأرقام وهمية. مفيش أبلغ من يعني هذه الصور التي نشاهدها الآن لبعض كمان مش كل هذه المشروعات القومية بتتحدث عن نفسها. الدولة عندها إصرار كبير جدا أن هي تستكمل خطة التنمية، وإزاي أن نحقق تنمية شاملة ومستدامة، إزاي أن كافة المواطنين يستفيدوا، إزاي أن إحنا كمان عندنا رغبة حقيقية لمضاعفة المساحة المستغلة في مصر. إحنا بنستغل حوالي 7%، لا إحنا عاوزين نوصلها ل 14% والأكثر من كده كمان. إزاي أن أنا كمان ما بنساش محدودي دخلي، ما بنساش جزء مهم جدا مرتبط بالإسكان الاجتماعي اللي كان مشكلة الإسكان ديت، يمكن حتى نتكلم يعني يمكن من قبل الثمانينات والسبعينات وإحنا عندنا مشكلة في الإسكان، لا إحنا بنتحدث عن خطوات مهمة جدا بيتم تنفيذها على مستوى الإسكان الاجتماعي. إزاي إن الدولة كمان ابتدت تتحرك على ملفات مرتبطة بأصحاب المعاشات وأصحاب الأجور في الجهاز الإداري للدولة، وبتحاول بشكل مستمر إن هي ترفع من مستويات الأجور ومستويات المعيشة. مبادرات زي حياة كريمة وتكافل وكرامة برامج مهمة جدا، وإزاي إن هي بتلمس أهالينا اللي كانوا بيعانوا من مشاكل كتيرة جدا في انخفاض مستويات معيشهم. دي كلها خطوات مهمة جدا، بنتحدث عن أرقام مغلوطة، فهو الفكرة كلها دايما مرتبطة بالفعل وليس بالقول، بمعنى إن أكبر سلاح إحنا بنحارب بيه دلوقتي أهل الشر هو الفعل، إزاي إن إحنا بنتحرك بخطوات جادة بمشاريع بيلمسها المواطن بشكل يومي، شبكة طرق، أعتقد إن إحنا يعني بنتحدث عن مصر جديدة، بنتحدث عن شبكة طرق ما شفناهاش قبل كده. وكمان الاهم ازاي ان يبقى في جوده لهذه الطرق، ودي مش شهادتنا احنا عن نفسنا ولكن دي شهاده التقارير التنافسيه، لما بتحدث عن جوده الطرق في مصر اللي تحسنت بشكل كبير، وازاي ان انعكست على انخفاض معدلات الوفاه والحوادث والاصابات، وده كمان جزء مهم جدا بجانب الجزء الاقتصادي المرتبط بتوفير فرص استثماريه جديده. طيب دكتور علي، توقعاتك لمستويات تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، نتعايش الآن مع هذا الفيروس ولابد لعجلة الإنتاج أن تظل دائرة، ما هي القطاعات المرشحة ليعني تحسن أكبر في الفترة القادمة؟ طبعا الجائحة أثرت بشكل مباشر على قطاع السياحة، وده مش على مستوى مصر ولكن على مستوى الاقتصاد العالمي. كمان التوقعات بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه المباشره على وجه التحديد ما زالت برضه فيها بعض المخاوف، لان كثير من المستثمرين على مستوى العالم ابتدوا يذهبوا للاستثمارات في المعادن والذهب وخلافه من هذه الامور. فكره الاستثمارات المباشره للاسف فيها نوع من انواع التراجع على مستوى العالم كله، اكيد الاقتصاد المصري هيتاثر نتيجه تراجع حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره عالميا. وعلى فكره خلينا نقول كمان مش السبب كمان جائحة كورونا، لأن حتى من 2019 كان في تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الحرب التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والركود في الاقتصاد الأوروبي والبريكزيت وغيرها من الملفات كانت بتأثر بشكل كبير على الجزئية ديت. لكن احنا بالنسبة لنا في مصر استكمال المشروعات القومية والدعم اللي بيتوجه لكافة القطاعات اعتقد ان احنا نقدر نتعافى، لكن خلينا نوضح ان احنا طبعا معدلات النمو الاقتصادي عندنا تأثرت بشكل كبير، احنا كنا بنتوقع ان احنا نحقق اكثر من حوالي 6%، طبعا احنا التوقعات ديت للاسف نتيجه جائحه كورونا، يعني احنا دلوقتي بنتحدث عن معدلات نمو اقتصادي قد تصل من حوالي 2 ل 4.5% تقريبا، في حين ان اقتصادات عالميه كبرى يعني بسالب هذا المعدل. بالضبط، وهو ده اللي انا كنت عاوز أأكد عليه، هو فكرة إن معدلات النمو ديت هي أقل من توقعاتنا بسبب جائحة كورونا، لكن لما بنيجي ننظر لدول المنطقة أو معظم دول العالم هنلاقي إن في معدلات نمو بالسالب، يعني بمعنى إن مفيش أي زيادات هتحصل في الناتج المحلي الإجمالي ليها، وبالتالي ده يعتبر نجاح. ده جزء. الجزء الثاني بالنسبة للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، إحنا شايفين إن وكالات التصنيف الائتماني واثقة بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري، وشايفين يمكن مودرز آخر حاجة كانت مثبتة
التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في ظل تخفيض التصنيف الائتماني لعديد من الدول، وبالاخص كمان يمكن عندنا في دولتين عربيتين يمكن برضه حصل تخفيض للتصنيف الائتماني ليهم. ده جزء مهم مرتبط بالجداره الائتمانيه للاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجيه، وده بيبقى طبعا ليه رساله مهمه جدا للمستثمرين بشكل عام، وبالاخص المستثمرين الاجانب اللي بيتابعوا الجداره الائتمانيه لكافه الاقتصادات. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد.